دواء الريسبردال ليس من الأدوية الرئيسية في علاج فرط حركة وتشتت الانتباه، ولا يعالج فرط الحركة بشكل مباشر، ليس له تأثير على تشتت الانتباه، له تأثير على بعض أنواع السلوك الاندفاعي وهو من أعراض تشتت الانتباه، ويستخدم أحياناً في حالات خاصة عندما يكون التشخيص معقد، بمعنى أنه هناك أكثر من تشخيص وليس مجرد فرط حركة وتشتت انتباه. فلذلك بعض الاضطرابات الأخرى قد يستفيد فيها الطفل من دواء الريسبردال، ولكن بشكل عام يعتبر هذا استثناء وليس قاعدة. لذلك أدوية تشتت الانتباه وفرط الحركة وتشتت الانتباه لها الأولوية دائماً.